سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته من تلفزيون جيبوتي نحييكم ونبدأ لحضرتكم برنامج مسابقة رمضان بحليه الجديد أقمار وأنوار. هذا البرنامج تتابعونه خلال شهر رمضان الفضيل عبر القناة الرابعة والأولى وأيضا عبر صفحات التواصل الاجتماعي المخصص لهيئة الإذاعة وتلفزيون جيبوتي ارتدي فيسبوك أو يوتيوب. هذه نسخة فريق عين الرحمة وأيضا فريق المتفوقون. قبل أن نذهب إلى لمحة تعارفية نتجه إلى مهد عبد الربلة ليوافينا ما عليه احترام ديلة هذه المسابقة. شكرا لزميلي شاكر علي. مشاهدينا الأعزاء، ها نحن في استوديو رقمي ونحن بسدد مسابقة رمضانية ثقافية في مقر الإذاعة وتلفزيون جيبوتي بشراكة مع مجموعة أبو أحمد للاستيراد والتصدير ومتجر أوفر التجاري. وتتشرف دائما لجنة التحكيم بإشراف هذا البرنامج الذي يعتبر منصة للمواهب والإبداع في شهر الخير والبركة، ونحن دائما ملتزمون بتقييم كل المشاركة بعناية وإنصاف، ونعتمد أيضا بمعيار وأسلوب خروج مقلوب، وهو أسلوب يستعمل دائما في المسابقات الثقافية العالمية، ويتسنى ذلك حيث يحرم المقلوب فور خسارته مباشرة من الفوز بالبطولة، بينما يتأهل الفريق الرابح أو الفائز إلى مستوى أو المربع الثاني لهذه المسابقة. يسرنا مرة أخرى أن نرحب لزميلي شاكر في هذه اللحظة المميزة لكي يعلن لنا بدء هذه الحلقة، فشكرا له. شكرا جزيلا لزميلي مهد بعد الله سبحانه وتعالى الذي رتب ودلل لنا جميع الترتيبات الفنية لإعداد هذه المسابقة، وشكر الموصول لراعي هذه المسابقة مجموعة أبو أحمد بكرمها الفياض وبسخائها الفياض لمصلحة شعب الجيبوتي بمختلف أعمارهم. نتجه إلى نبذة تعارفية مع الفرق ونبدأ عين الرحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا اسمي محمد عيقى وهذا زميلي ويلسون عثمان وهذا زميلي عبد الدوكسية وكلنا نسكن في حي حيبلي. مرحبا بكم في أروقة استديو هيئة الإذاعة وتلفزيون جيبوتي، والآن ننتقل إلى فريق المتفوقون. نبدأ تعارفية قصيرة. السلام عليكم، أنا اسمي أحمد بشير أسكن في الحي الكرتيكات، وزميلي اسمه محمد حسين أسكن في الحي أم سلمة، وهذا اسمه وزميلي بشار محمد أسكن في حي أم سلمة. مرحبا بكم جميعا ومرحبا بكم أيها الجمهور، ونشكركم على حسن الحضور والمتابعة، ولكم أسئلة مخصصة لكم في هذه الحلقة، ويكون لكم بإذن الله تعالى جوائز قيمة مقدمة من قبل الراعي هذا البرنامج مجموعة أبو أحمد متجر أوفر. معا بإذن الله تعالى نبدأ، وعليكم أو على كلا الفريقين احترام استماع الأسئلة ثم تسابق نحو قرع الجرس ثم الإجابة، فإن كانت صحيحة فلكم درجتان كاملتان بمقدار درجتين، وإن لم يكن صحيحة يحول إلى الفريق الآخر، والفريق الآخر سيفوز نصف درجة أي بمقدار درجة واحدة في هذا السباق الماراثوني. نبدأ معا بإذن الله تعالى. سؤال الأول، من هو الشخص الذي تصارع
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسارعه الرسول؟ الجواب هو أويس بن سرحق. إجابة غير صحيحة. الجواب هي أويس بن يزيد. أويس بن يزيد إجابة غير صحيحة. زيد به. هو ركانة بن عبد اليزيد بن هاشم بن عبد المطلب من أمراء العرب المشهورين بقوتهم وأحد الفرسان القريش ورجالاتها، شخص صلب قوي كان مشهور في المصارعات، إذا نزل مع أحد كان يقتله بشكل أسهل. إليكم السؤال الثاني، من هم أصحاب الأعراف؟ الإجابة هي لأنهم كانوا يقفون في أعراف. كانوا يقفون في الأعراف، إجابة غير صحيحة. يتحول إلى فريق المتفوقون. هم الذين تساوت سيئاتهم مع حسناتهم. إجابة صحيحة وسليمة، لكن بنصف درجة. يأتون يوم القيامة وتتساوى بهم سيئاتهم مع حسناتهم، السيئات وحسنات تتساوى، يدخلون الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. إجابة صحيحة ودرجة واحدة للمتفوقون. نواصل. سؤال الثالث، ما هو المكان الذي تجوز فيه الصلاة إلى جميع الجهات؟ الإجابة هي صلاة الجهاد. صلاة الجهاد إجابة غير صحيحة. قلنا يجوز صلاة أن يتجه المصلي إلى جميع الجهات، في أي مكان هذا؟ المسجد الحرام. المسجد الحرام، أشرها بشكل دقيق. نعم في مسجد الحرام، لكن فين بالضبط؟ الكعبة. في الكعبة إجابة صحيحة وسليمة، درجة واحدة بكونها تم نقلها إلى فريق المتفوقون. سؤال الرابع، ما هي مدينة التي لا يدخلها الطاعون؟ المرض الطاعون يستحال أن يدخل هذه المدينة، فمن هي؟ الإجابة هي مكة المكرمة. مكة المكرمة إجابة غير صحيحة. نتحول إليهم. الجواب هو المدينة المنورة. مدينة المنورة إجابة صحيحة، لكنها بنصف درجة. إلى الجمهور، ماذا كان يعمل نبي الله زكريا عليه السلام؟ السلام عليكم، اسمي عناش حسين محمد، أدرس في مدرسة النجاح في الصف الأول الثانوي. الإجابة هي نجارا. إجابة صحيحة، وهذه مقدمة من قبل مجموعة أبو أحمد متجر أوفر عبر الزميل مهد عبد روبلة. عناش حسين الساكن في حي الشيخ موسى شارك معنا لهذه المساء مسابقة رمضانية أقمار وأنوار مع الجمهور، وفاز أيضا جائزة الجمهور، فهنيا له. فاصل ونواصل. بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، محلات وهبي هوم وتي سي ال التابعة لمجموعة أبو أحمد عبد الرحمن أحمد طه تفتح أبوابها في انتظاركم جميع أثاث غرف النوم والصالون والاكسسوارات المنزلية وأدوات الكهرومنزلية من الثلاجات وماكينات الغسيل وأجهزة الطبيخ، فضلا عن مكيفات تي سي ال الجديدة ذات البطاقة الذهبية وتصميم الأنيق الموفرة للطاقة بنسبة 70%. نقدم لكم نماذج رائعة وماركات عالمية ذات جودة عالية من هابي هوم وبأسعار مناسبة لدى شركة أبو أحمد. رفاهيتك هي أولويتنا.
السؤال الخامس، ما هي الشجرة التي تنبت في قعر جهنم؟ الإجابة هي شجرة الزقوم. إجابة صحيحة، ودرجتان كاملتان لفريق المتفوقون. السؤال السادس، من هي المرأة التي أوحى الله تعالى إليها؟ الإجابة هي مريم. الإجابة هي المريم. الإجابة غير صحيحة. صحيح. ما هي الإمرأة التي أوحى الله إليها في القرآن الكريم؟ وإذ أوحينا إلى امرأة فرعون. امرأة فرعون إجابة غير صحيحة، وهي أم موسى عليه السلام. سؤال سابع، ما هي ميتة الحلال والدم الحلال؟ ميتة إذا أتلتها حلال، والدم إذا وجدته واستعملته أتلت حلال. ميتة حلال والدم حلال. الميتة السمك، والدم الكبد. الميتة السمك والكبد إجابة صحيحة وسليمة، لكنها منقولة بدرجة واحدة. سؤال الجمهور على النحو التالي، في خيارات، في خيارات: قائد معركة القادسية علي بن أبي طالب، خالد بن وليد، سعد بن أبي وقاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا اسمي مريم آل الريالة، أسكن في حي أبلي. الجواب هو خالد بن وليد. خالد بن وليد إجابة غير صحيحة. اسمي رحمة علي دبد، أسكن في حي أبلي. الإجابة هو سعد بن وقاص. سعد بن أبي وقاص إجابة صحيحة وموفقة، وهذه المقدمة من قبل متجر أوفر مجموعة أبو أحمد. رحمة علي طالبة من طالبات المشاركات لهذه المسابقة أقمار وأنوار، فازت جائزة الجمهور لهذه الحلقة ونهنئها. هذه الجائزة مشاهدينا الأعزاء مقدمة الراعي الرسمي متجر أوفر، فهنيئة لها. سؤال الثامن، من هو الملك الموكل بالنفخ في الصور؟ الجواب هو إسرافيل. الجواب إسرافيل. إجابة صحيحة وسليمة. التاسع، من هو الشخص الذي دخل الرسول في جواره بعدما عمد الطائف؟ عيد السؤال سيد. شخص كان بجوار النبي حينما كان عمد من الطائف. الإجابة علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب إجابة غير صحيحة. الإجابة هي مطعم. إجابة صحيحة لكنها منقولة بدرجة واحدة. سؤال العاشر، ماذا كان يعمل نبي الله إدريس عليه السلام؟ الجواب هو خياط. كان خياطا إجابة صحيحة، ودرجتان كاملتان لفريق المتفوقون. نذهب إلى الجمهور، عدد بنات النبي. اسمي سعدية صالح خضر، طالبة المعهد الإسلامية. الإجابة هي فاطمة الزهراء، زينب، أم كلثوم، رقية. إجابة صحيحة، وهذه مقدمة من قبل متجر أوفر. سعدية صالح
ساكنة في حي بكدوس شاركت هذه الحلقة مسابقة أنوار أو أقمار وأنوار، وكانت من ضمن الجمهور وفازت جائزة التي خصصت الجمهور، فهنيئا لها. هذه جائزة مقدمة من متجر أوفر. الآن تتجه الأنظار إلى زميل مهد عبد الربلة ليفصح ما تمخض به هذه الجولة التي تنافس من خلالها كوكبة من الشباب. أهلا وسهلا من جديد أعزائي المشاهدين، وها نحن قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المباركة، وكان معنا في هذا الاستديو الرقمي في مقر الإذاعة والتلفزيون الجيبوتي هذا المساء فريق المتفوقون وفريق عين الرحمة. ولو عدنا قليلا هذه المسابقة نجدها استقطبت ما يزيد على 30 فريقا. نعم، والنظام العام المعمول هو نظام خروج مغلوب، لذلك نعلن من هنا أن الفريق المتفوقون حصل 11 نقطة مقابل لا شيء من فريق عين الرحمة. يقولون اسمه على مسمى، نهني لفريق المتفوقون، وقد فاز وحصل في المرتبة الأولى لهذه المسابقة ليتأهل إلى المربع الثاني. أشكر مرة أخرى وأنقل الميكروفون لزميلي شاكر عليا لكي ينهي لنا هذه الحلقة. شكرا. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الجولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.